مش هتكلم كعظة، ولكن هتكلم عن أبويا اللي بعتبره أو بعتبر نفسي نقطة في بحر عطائه كبير قوي، بس بعتبر أنه فعلا الأب الخصوصي بتاعي، لأنه أبويا اللي رباني، لأن بابا مشي بدري وبابا فريد ابن عمه على طول، وهو اللي اعتنى بالأسرة الصغيرة دي وكبر بينا، وكان دايما باستمرار معانا، وكل مراحل التعليم حتى الجامعة والماجستير، ولما سافرت الدكتوراه وكل شيء هو متابع خطوة بخطوة. وسامحوني في الكلمة اللي كان بيشتمني، لأني ما بتصلش بيه يومين أو ثلاثة، كان يتصل بيا يقول لي فينك؟ تصلش ليه؟ وهذه المحبة اللي زرعها فينا، يعني إذا كان في كلمة المحبة اللي الناس كلها ممكن تتكلم عنها كعظات، أنا تعلمتها كخبرة شخصية، خبرة شخصية حقيقية. عرفت يعني محبة، وعرفت يعني حضن واتساع، عرفت كل المفاهيم الإنجيلية. بابا فريد ما كانش واعظ يعني، بس كان الإنجيل ده عايشه بصدق الحياة، فعلمنا أن الإنجيل ما يتوعظش، الإنجيل يتعاش حقيقي. فالمحبة العملية دي اللي مفتقدة كثيرا في هذا الزمن، كمثال نادر في الحياة وكعطاء بلا حدود. وطبعا لما بقيت كاهن وترشحت للكهنوت، هو قال لي يعني انت بعد كل الرحلة دي وكل النجاح ده وانت في كليفلاند وبتاع، تعمل لي أبونا في كم واحد بيغير مفاصل، في كم واحد مش عارف ايه، وكان غضبان مني. بعد شوية اتصل بي قال لي ما بخلش على ربنا بابني. بعد شوية قال لي لا خلاص، فأنا هذا الإنسان في حياتنا كلنا، وأنا متأكد أن أنا يعني السيناريو بتاعي ده مكرر كوبي بيست من ألفات ألفات. أنا بشكر ربنا أن اتوضع في حياتنا إنسان اسمه فريد حبيب، لأنه فعلا فريد وفعلا حبيب. ربنا يعزينا كلنا ويعزي الكنيسة، ويبقى مثال لينا، ونتعلم الحياة، نتعلم العطاء من الأعواز، نتعلم الاتساع، نتعلم يعني محبة عملية، مش بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. نتعلم، لأن الناس اللي بتتوضع في حياتنا بتتوضعش في حياتنا كده بهابهزرت، لا، دي علشان سكة خلاصنا اتوضعت فينا في حياتنا للمحبة العملية. أخطيت سيدنا، أخطيت يا سيدنا، بس يعني ده اللي في خاطري من جهة هذا الإنسان اللي أنا مش هفقده طول عمري، لأنه حي في وجداني، وإلى يعني أن ألقاه في الأبدية إن عشت.